نتحدث عن إقامة مؤتمر قادم كوب 27. حقيقة مؤتمرات كثيرة وبنود كثيرة كانت في السابق، وهذا المؤتمر في مصر أيضا سيكون هو للتغيرات المناخية الحاصلة. من الدول المشاركة في هذا المؤتمر، وأيضا شنو اللي راح يختلف عن سابقاته؟ ما هي المخرجات التي ستكون في القادم بالنسبة للوطن العربي والعالم؟ طبعا يعني احنا قلنا ان اغلب دول العالم بتشارك، يمكن 200 دولة هتشارك في مؤتمر المناخ القادم اللي مصر تستضيفه ان شاء الله، وكان تقريبا 200 دولة او يمكن تزيد، نفس ال 200 دولة اللي شاركوا في المناخ. يعني عدد الدول مش مهم هنا، هم معروفين عدد الدول، الدول الصناعية الكبرى دي الدول المهمة بالنسبة لنا، وايضا هي الدول اللي تمول، هي الدول اللي محتاجين منها التمويل. يعني وفقا ل وكالة الطاقة او الوكالة الدولية للطاقة، ان في عام 2019 كان الانبعاثات الكربونية ثاني أكسيد الكربون الملوث للهواء، وهو صاحب المشكلة الكبيرة دي، 33 مليار طن. فبالتالي احنا محتاجين نقلل ده لصفر على عام 2050 عشان نحافظ على درجة الحرارة اللي احنا متفقين عليها 1.5-2 درجة مئوية، ما تزيدش عن كده. وبالتالي انك انت علشان تحاول انك انت تصل الى صفر، فانت محتاج ان كل دولة من كل دول العالم تنفق لا يقل عن من 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي. ده مبالغ باهظة طبعا وتكلفة كبيرة جدا، لكن احنا هنا يجب ان نضع في الأذهان ان التكلفة هتكون اكبر لو احنا استمرنا على الوضع اللي احنا فيه. ان كان في مثلا على سبيل المثال كان صندوق البنك الدولي تحدث ان استمرار الوضع كما هو عليه هيوصلنا ل 7% خسارة من الناتج المحلي. البنوك المركزية في تقرير اخر تكلمت عن 13% خسارة. وبالتالي احنا الحل الافضل والاوفر والأرشد اقتصاديا ان احنا نصل الى مرحلة التكيف ونقلل الانبعاثات الكربونية. يبقى احنا التوصيات بتاعت المؤتمرات اللي فاتت والقادمة هي واحدة، تقليل الانبعاثات الكربونية، ولكن الجديد آلية التنفيذ. الجديد انك انت تحاول تجبر الدول الكبرى ان هي تنفذ وتوري لها على ارض الواقع ان تكاليف الباهظة هتكون في المستقبل لو احنا ما قللناش الانبعاثات الكربونية الى صفر تقريبا، مع في نفس الوقت نشتغل ان الانبعاثات العالقة في الجو نحاول نزيلها. ازاي تزيل العالقة في الجو دي؟ بتبقى مشكلة اخرى، سواء نطرح التكنولوجيا الحديثة والتصورات، وكل دولة تطرح كيف يتم ازالة تلك الملوثات وثاني اكسيد الكربون العالق في الجو اللي نسبته تقريبا وصلت 45% عن قبل الثوره والتطور الصناعي اللي حدث منذ 150 عام.